هذا الشاب لم يرى النور هنا، لكنه قضى الطفولة وفترة من الشباب وسط أحياء المدينة، كما تلقى تعليمه الابتدائي والإعدادي والثانوي بمدارس الجديدة. قادماً من مدينة أزيلال في سن 8 عاش الفنان عصام كمال في حي برنزران، وله ذكريات عديدة بالمكان. كيف ما كتشوف احنا دابا في كارتي ديال برنزران، هذا هو الحي اللي كبرت فيه في مدينة جديدة، اللي عندي فيه ذكريات كثيرة، اللي تربيت فيه هنا، فين قريت هنا، فين بدينا كنتعلموا موسيقى. يعني هاد البلاصة كل ذكريات، كل شبر من هاد الحومة هادي، يعني فيه شي ذكريات اللي ماركاتني في الطفولة ديالي. هاد الدار هنا فين كبرت مع الخويا واختي، الخويا الكبير هشام كان هو اللي بدا الموسيقى في الاول، يعني هذيك البليه جات من خويا هشام بشويه بشويه. بديت كنشفر ليه الجيتاره ديالو، بديت كنتعلم فيها شويه، واخا كان تيسلخني باش ما كيبغينيش ناخذ ليه الجيتار ديالو، كيخاف نهرسها. كنجي لان الوالده ديالي مازال هنا، كنجي بزاف المرات. الجيران بيان سور تبدلوا، راه سنين هادي كيمشي جار يجي جار، كاين بزاف ديال الناس غير كارين، ولكن مازال كاين جيران اللي كبرنا مجموعين وباقيين ساكنين هنا. دايوغ الدار اللي مورايا جوبونس مازال كاينين، نمشيو نشوفهم. يلا نمشيو نشوفهم. السلام عليكم. صباح الخير. شي بخير؟ لاباس هانيه؟ بخير بخير. صحه؟ كلشي مزيان؟ نهار كبير هذا، صافي كلشي مزيان. الوالده كيدير الحاجه مجيده؟ الوليدات الحمد لله. شحال دابا؟ ثلاثه واقيلا؟ جوج. يا سلام، الله يجعل البركه. صافي غبرشي لينا معك. شويه ديال الجري، شويه ديال المشاغل، شويه ديال هذا. حكيم شخمان صديق ديال الطفوله، وتا هو فنان، كي عازف ايقاع، داكشي الدربوكه كيطحل لي الدربوكه، عنده صوت واعر. ايماجين حنا في الدار، مع الدار قبلت الدار، كنكون مثلا في الدار كنسمعوا فاش كيكون تيدوش. حنا صغار، هادشي صغار، كنسمعوا تيكون تيدوش كيغني هو مبلي بالراي. شاب حسني هذا عنده صوت زوين تبارك الله، وكيغني اغاني ديال الشاب حسني في لا دوش. تاع عصام راه ماني تعرف شنو كان كيغني، ومن صغره معطيه الموهبه. يعني كان عصام كنفتخروا به، جميع الالات كان كيضربهم، وكان مؤدب بزاف، نوبي يجمع معنا، نوبي يسلت علينا. مرة هذه كنا كنلعبوا هنا في التربو، كانت هذه المدرسة هذه دعاء ولدهم علاء كيلعب معنا ديما هنا، ومع تصادعنا معاه علاش؟ هو بغى يطيح مع عصام. عصام شدوا مالك العصا، بلاو غير يضربوا، عضوا هو مني عضوا، هرب مشى جاب دار، وحنا هربنا. عصام ما بقاش كنشوفو قدامي، كان طال كبير ياكل شي زاد لدار، وسيمانة حنا ما بناش في الدار. ولكن داز لقيتي زوينه من البال، دار بعدني داز زوين. هذه البساله ديال الطفوله. شتي مني كنشوفو عصام دابا، راه عاودتي رجعتيني واحد 40 عام لاخر، ماشي 40 عام. انت عندك 40 عام؟ كنا في الطفوله، عندي 40 عام انا. وانت شرفتينا معاك. وقت نشرفك معايا باش تعرف عشنا مع والدينا، عشنا بخير بالضحك في الصور. كان دار عصام هي دارنا، ودارنا هي دار. كان انا فين ما مشيتي تدخل هنا ناس دراوش، ناس بالنيه. دابا الدرب ما بقاش، ملي كنشوف عصام راه شفت شي حاجه. السلام عليكم. اهلا الدراجم، عصام بخير خويا؟ صحيتك لاباس؟ مزيانه صحيتك لاباس؟ لاباس خويا، كلشي مزيان. شي الغيبه صاحبي، غبرت علينا. صباح خويا. بصح الله يخليك خويا. بخير؟ صافا كلشي مزيان. الله يحفظك. عاشت مع راسك؟ كدير واحد الخوادري لاباس؟ كلشي بخير، ربي يخليك خويا. الوليدات البنيه الصغيره كيبقات؟ لاباس الحمد لله، لاباس لاباس. راه مدبعه الطريق ديالها حتى هي مع الناس. يا سلام. كلشي بخير؟ وحشناك. وخبرات اخويا؟ الله يحفظك، الله يحفظك. غبرت علينا في الوليدات. غبرت غنفلت انت جوج شعرات. صاحبي شحال هذه بقينا حسنا لك اصاحبي، تخلصنا في هذه الايام كامله، غبرت علينا صاحبي. هذا السي محمد، هذا ولد الدرب، صديق الطفوله، ما لعبنا كره مجموعين، ودابا هو اللي تيتهلا فينا، تيحسن لينا ديما. كان شاغين معنا تما في الدرب، نلعبوا لداخل، نلعبوا هنا، كنا نقصرونا مع بعضياتنا. دابا خويا غبرت علينا، دابا الدنيا تبدلت علينا بزاف اصاحبي. ايوا الحمد لله، الدرب تبدل، المغرب كله تبدل، ولكن الحمد لله كلشي مزيان. الحمد لله، حتى راك بوش راه هادشي الحمد لله. تنجي من كازا بعض المرات باش نحسن عنده، ولفت على يدو، ولفت على المقص ديالو، ولفت عليه. ما كاينش اللي ما حسن عندي، وما ولفش انايا. الله يحفظك اخويا. عصام هو
الظرافه ديالو باقي كما هي، يعني حتى ما زاد عليه حتى شي حاجه، واخا ولا دابا يبان في التلفازه وكذا باقي هو هو، ولا مشهور تبارك الله عليه، ماني ما نساهم تبارك الله عليه. وقعد الدراري الاطفال كنا نلعبوا الكره، كنا نقصروا واحد، كنا واحد كليكه كثيره بزاف، كانوا شي خمسه دراري، واحد الدرام حكيم بزاف دراري. كنا تنديروا الموسيقى هنا في مدينه، تنديروا الموسيقى هنا في راس الدرب، كنا تنتجمعوا واحد الولد عنده بيت جيتار صغير وقلبها رده كمان جات يديرها فوق الركبه، وانا بديت كنتعلم الجيتار. بسيطه بسيطه بسيطه. كان معنا عاوتاني صديق اخر تيدير الايقاع، كنطبلوا في الطوموبيلات، نطبلوا في البلايك ديال الاحياء، كل البلايك اللي كيكونوا معلقين في في في, في الزنقه، حتى هما طبل ما خلينا فين فاش طبلنا الدرب هذا. المهم خلينا نخلقوا السعاده باي وجه، باي وسيله خلينا نخلقوا السعاده. داكشي اللي كان. كانت الطفوله زوينه صراحه. هادشي كاع فقدناه بزاف. الدرب مابقاش هو هو، كاع الدراري ولا الدرب كل واحد من مشى، هو هذا منهم مشى، مابقاش نشوفه غير مره مره، والحمد لله على كل حال. هادشي اللي كاين، الدرب راه تبدل بزاف. انا دابا قدام مدرسه المنار، هذه مدرسه ابتدائيه اللي قريت فيها، كنت جيت تقريبا كانت عندي شي 8 سنين، لان خلقيت في مدينه ازيلال، كبرت فيها واحد شويه، عاد جينا الجديده. دونك من 8 سنين جيت هنا، بديت قسم ابتدائي الثاني، وقريت هنا الابتدائي كامل. يعني عندي ذكريات كثيره في هذه المدرسه، هذه تقريبا باقا هي هي، حتى حاجه ما تبدلت فيها، ابار ان جو بونس صبغوها واقيلا. دابا حنا كنصوروا هاد الوقيته اللي كنصوروا فيها عطله، يعني ما عرفتش واش باقي مول الزريعه اللي كنا كناخذوا عنده الحلوه، واش كيجيو مول الصوف. يعني كانت واحد الاجواء زوينه هنايا، يعني قدام المدرسه، عقل سورتو فاش كندخلوا 2 الصباح وكيديروا لنا النشيد الوطني، وعاوتاني في نهار السبت في العشيه كيديروا لنا النشيد الوطني، كنا كنتسناوها باش كنغوتوا بحال كنت باغي فين نفجر ديك الطاقه ديال الغناء وديال تغوت شويه وهذا. وما كاينش شي جديدي ولا شي دكالي ولا حتى شي واحد كيجي يزور مدينه ديال جديده ما عندوش شي ذكريات مع سيدي بوزيد، هاد لابلاج اللي حنا فيها دابا، اللي يعني في الصيف كتولي هي فين تنسكنوا، كنجيو كندوزوا النهار هنا، تلعبوا الموسيقى هنا، ما تمشيو حتى كيطيح الظلام عاد كنمشيو غالبا. كاين ذكريات كثيره صراحه، لا في ايامات القرايه لا من بعد، يعني وقيلا اول مره لعبت الموسيقى وخلصني عليها شي واحد، كانت هنايا في سيدي بوزيد، كان واحد السياح هنايا، كانوا شي دي توريست هنايا، ومع الدراري صحابي كنا بالجيتارات، كنا بينا شي 3 ديال الدراري لاعبين الجيتارات، وجاو حضروا معنا دوك السياح، عجبهم الحال، غنينا لهم الاغاني ديالنا، واحد الكوكتيل ما بين الشعبي فلامينكو رايت خربيق، يعني عجبهم الحال بغاو يخلصونا، حنا ما مولفينش، يعني ما عمرنا خدينا شي ريال على الموسيقى، عطاونا 20 درهم لواحد، وحنا مازال يعني 13 عام 14 عام، كان هذا هو العمر ديالي. هذه من الذكريات اللي ما عمرها تنسى ليا، وكاين ذكريات اخرى كثيره. شاطئ سيدي بوزيد احد اجمل شواطئ المغرب والمدينه، وكل حبه رمل مرتبطه بذكرى جميله عند عصام. وانا عقل يعني من بين وقيلا اول مره كاع غنيت فيها في شي حفله كانت لا سونو، وكان الجروب وهذا، كانت هنا في سيدي بوزيد، ومن بعد عاوتاني درت واحد الحفله اخرى في المسرح، يعني اول حفله يعني غنيت فيها في شي مسرح كانت هنا في المسرح ديال سيدي بوزيد، هو سيتان تياتر بلان اير. واللي زوين هو هذيك الليله غنينا فابور بيان سور، ومن سالينا واحد الولد اللي كنا معولين عليه غادي يشد لينا طاكسي وباش نمشيو، هذا طيح الفلوس اللي عنده، طاحوا له هنا في سيدي بوزيد، بقينا نقلبوا درنا سيدي بوزيد كامل ما لقيناش الفلوس، ايوا شدينا على رجيلاتنا. وهذيك الليله كانوا عندنا شي ضياف في الدار، وحنا سالينا معطل يعني شي 2 ديال الصباح ولا هذا، وانا حشمت نمشي نصوني، عندنا واحد الصونيت مجهد في الدار، حشمت نصوني نفيقهم، يعني مشيت وديك الحشمه اللي فيها ما قدرتش نصوني، جلست قدام الباب تداني النعاس، نعست وست العتبه ديال الدار وصافي ونعست الصباح. القلعه البرتغاليه او الحي البرتغالي
من أبرز معالم المدينة، والتي اكتست طابعا مغربيا سواء بالترميم أو بإضافة بنايات جديدة مثل المسجد الكبير الذي أضحى البرج البرتغالي مئذنته، وذلك بعد طرد البرتغاليين من المدينة. كما توجد داخل الحي البرتغالي كنيسة الصعود التي أضحت اليوم فضاء ثقافيا يجذب السياح المغاربة والأجانب. في أول مكان انطلقت منه قصة مازاغاو أو مازاغان كما ينطقها معظم الناس. هذه البلاصة هي مازاغون، هذه هي مازاغون اللي كتسمعوا بها. المدينة البرتغالية، المدينة القديمة ديال المدينة الجديدة. هذه المدينة هي اللي تأنسبرينا منها باش فاش درنا مجموعة موسيقية سميناها مازاغون، لأنها في عندها واحد التاريخ. كانوا عايشين هنا بزاف ديال الجنسيات، كانوا عايشين بزاف ديال الأديان، في واحد التعايش. والستيل ديال الموسيقى اللي تنديرو تا هو في تعايش، يعني في الشعبي، في الروك، في الصالسا، في بزاف ديال الورد ميوزيك. يعني هذه المدينة حتى لو بروميير ألبوم كاع ديال لو جروب مازاغون كنت اختارينا باش نديرو لا سيتيرن بورتوغيز اللي هذيك السقاية ديال البرتغال، درناها هي في لا بوشيت ديال الألبوم. وهنا كيف ما قلت كانوا عايشين البرتغال، كانوا عايشين الأمازيغ، عرب، كانوا عايشين بزاف ديال الجنسيات، بزاف ديال الأديان. من بعد فاش خرجوا البرتغال مشاو قطعوا حتى البرازيل وبناوا مدينة نسخة طبق الأصل من هذه المدينة هذه، لأن بقى فيهم الحال علاش خرجوا من هنا. مشاو بناوا مدينة أخرى نسخة طبق الأصل سموها نيو مازاغاو، مازاغان الجديدة في البرازيل اللي مازال موجودة لحد الساعة. هاد البلاصة شنو نقول لك، هادي لا فورتريس ديال مازاغون. هنا فين سيدي محمد بن عبد الله جرى على البرتغال من مدينة جديدة ومن بعد من المغرب كامل. يعني هنا كاين واحد التاريخ كبير اللي خاصنا نفتخروا به، لان المغاربة ما عمرهم كيقبلوا باستعمار، لا يكون لا استعمار عسكري ولا فكري ولا ثقافي، كيف ما بغى يكون المغاربة ديما كيتصدوا ليه. وهاد البلاصة هذه شاهدة على هاد المسألة هذه، وهذه البلايص اللي خاصنا نفتخروا بهم، اللي فيها مآثر تاريخية كثيرة هنايا اللي كتوثق لنا هذا التاريخ هذا باش ما ننساوهش. خاصنا ديما نبقاو نفكروا فيه، ولادنا ولاد ولادنا. ما يمكنش شي واحد يجي جديدة بلا ما يدخل المازاغون اون جينيرال وما يطلعش هنايا البلاصة اللي فيها المدافع. الناس كيجيو كيجلسوا فوق المدافع، كيتصوروا معاهم، بحال هو كيتقمص الشخصية ديال جدو اللي كان هنايا في هذه البلاصة، اللي تحت هذا المدافع هنايا تيدافع على المدينة ديال مازاغون. سنة 98 و900 و1000 عرفت ظهور مجموعة مازاغان في الساحة الفنية المغربية. المجموعة تميزت بموسيقى ترتكز على الموسيقى الشعبية في بعض الأحيان، لكن وفق توزيع عصري. المجموعة اتخذت من مدينة الجديدة مستقرا لها، وبهذا الفضاء اشتغل عصام كمال رفقة أعضاء المجموعة على أعمالهم الفنية. هذه البلاصة كيف ما كتشوف هذه هي الخزانة الوسائطية، يعني مكتبة ميدياتيك اللي كيجيو ليها لي جون تيقراو فيها. ولكن حداها كاين واحد لاصال كنا تنديروا فيها التدريب لي ريبيتيسيون مع الجروب، وهذا فيها الماتيريال، كان تابع لانسيتي فرونسي، وكانوا تيعطيوها لنا تنديروا فيها التمارين. كنا تنجيو تنتمرنوا هنا وتنصدعوا سي سليماني والاستاذ ديالنا، كنصدعوهم هنا كنخليهم بلا نعاس. رجع لنا من بعد، رجع سي عصام للاشاره، هو من الناس الاولى، من النجوم الاولى اللي نشطوا هذه المكتبه هذه، بحكم انه كان نشط معنا اول احتفال ديال المكتبه باليوم العالمي للموسيقى. لا شوف سي عصام خيره كبير، يعني هذاك الولد الدرب كما تنقولوا، اللي ما تنساش البلاد ديالو، ما تنساش يعني الحومه ديالو. تبارك الله النجوميه اللي وصل، ولكن باقي تيرجع وتيخدم معنا وتيجيب شباب باش يقراوا لهنايا. صراحه شحال هذه ما جيت هنا، لا بغيتو نمشيو نشوفوه. يلا سي سليماني، تبارك الله عليكم، شكرا بزاف، الله يعاونكم. السلام عليكم. بخير، كلشي مزيان؟ تديروا شي حاجه هنا في لاصال؟ باقي كيديروا فيها المسرح هنا؟ باقي كيديروا شي حاجه؟ سدوها صافي. وراه هنا فين كنا تنجيو تنديروا، تعرفوا جروب مازاغون، كنا تنجيو تنديروا هنا لي ريبيتيسيون، كنا تنتمرنوا هنا في هذه البلاصه هذه، فيها لي زانسترومون لداخل. شحال من عروض درناهم لداخل، يعني هنا فين تعلمنا هنايا. سي دوماج بحال هذه البلاصه تسد، ما كانتش بحال هكا، ما كانش فيها الباب ديال الحديد، كانت نقيه اكثر من هكا. يعني صراحه كانت واحد البلاصه اللي كيجمعوا فيها بزاف ديال لي زارتيست
من جديده من كاع الاحياء، من درب غلف، من بيرانزاره، من الميلحه، من هاد البلاصه. كان عندي السالوس ديالها هي ديال لانسيتي فرونسي، وكانوا كنت كندير لي بلانينغ بزاف ديال لي زارتيست هنايا باش نجيو كل واحد ياخذ صباح عشيات نيت، فرقوا السيمانه على بعضياتنا باش كل شيء كانت كتبحال من بيبينيير هنا تيخرجوا منا لي زارتيست. كي زعما صراحه دوماج تسدات، دوماج. كانت هذه إذن مدينة الجديدة، دروب هادئة وساكنة مسالمة، ولو أن غالبية هذه الدروب شابتها تغييرات كثيرة حسب شهادات ضيوفنا لهذا العدد، لكن يبقى مفهوم ومصطلح للدرب مفهوماً متوارثاً عبر الأجيال داخل هذه المدينة التاريخية لدروب المغرب. قصص تستحق أن تروى في برنامجكم الشهري للدرب وعلى قناتكم ميديان تيفي. إلى اللقاء.